بسم الله الابن الروح القدس الواحد امين. الاحد الاول من الصوم المقدس يا اخوتي نسميه في الكنيسه حد الكنوز. الايه في اول الانجيل اللي اقرا على حضراتكم النهارده انجيل متى المعوذ على الجبل، المسيح له كل مجد يقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والاكله وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسدها السوس ولا أكل ولا ينقب السارقون فيسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. في أول الصوم الكنيسة توجهنا من خلال السيد المسيح بكلمات النعمة لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، يقول بل اكنزوا لكم كنوزا. يبقى إذن هنا السيد المسيح له كل مجد بيدينا نصيحة مهمة جدا، لا تكنزوا لكم بل اكنزوا. هنا في كنزين، في كنز مادي وفي كنز روحي او كنز سمائي. طب ليه ما نكنزش الكنز المادي؟ مشكلة الكنز المادي كنز ما بيقعدش ما بيفضلش زي السراب. هو نفس المسيح نفسه قال لنا ليه ما تكنسوش. المسيح له كل مجد بحكمته لما يقول حاجة يقول لنا ليه يقنعنا بيها. فهنا في اقتناع، انت بتكنز ليه كنز وتتعب فيه عشان يجي سارق يسرقه او يجي السوس ياكله؟ طبعا هنا بمعنى ياكله يعني يضيع يعني ما بيقعدش. والعجب يا اخواتي ان احنا بنكنزه برضه، والعجب ان احنا بنكنزه ولما نيجي ممكن نصرفه بنتعب ان احنا بنصرفه. ما هو اللي بيبقى كنزه في المال ما يحبش يصرف لان هو ما يقدرش. طب انت بتكنز ليه؟ يعني حاجة عجيبة جدا واحد يكنز ويخليها كده وبعدين لو يصرف يتعب لانه بيقل. فمعنى انه بيقل يعني يبتدي بقى يقلق. كنز الارض بيفرح في الاول لكن بعد كده بيفقد البريق مهما كان هذا الجنس، مهما كان كبير. كنز الارض بيتسرق بيضيع، او حتى لو ما ضاعش انت نفسك بعد عمر طويل بتموت. طب بتاخده معاك بينفعك؟ ما كلنا عارفين حتى المثل يقولك يعني الاكفان ملهاش جيوب، انا زي ما كلنا معروف ما باخدش حاجه معاك. طب الحل ايه؟ ايه الحل؟ الحل انا ما اكنسش، الحل ان ما بقاش ليا هدف كده في الدنيا. لا، المسيح له كل مجد ايضا بحكمته الجميله يدينا بديل، وده يعلمنا تملي ربنا له كل مجد بيقول ما تعملوش او ينهرنا على حاجه لكن يدينا حاجه بديله. فلا تكنزوا لكم لكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء. البديل ايه؟ البديل انك انت تكنز كنز في السماء، تتعب من اجل الحاجه اللي هتقعد، حاجه هتفضل. واحد يقول لك بالعقل كده بالحكمه يعني، واحد يقول لك حبيبي انت تتعب في دي وبعد كده مش هتلاقيها. طب تتعب ليه؟ وهتتعب في دي لكن هتلاقيها طول عمرك، حياه ابديه. طب انا اتعب ليه في الحاجه اللي مش هلاقيها؟ هتضيع. انت عمال تتعب عشان تجيب كنز. طب تعالى نشوف كنز مش هيضيع. فالمسيح لو كل ما يقول لك اديك البديل ما تكنزش دي لكن في كنز تاني انا متاكد منه ان هو لما هتتعب فيه هتلاقيه، هتتعب تحوش هتلاقيه بعد كده حياه ابديه. طب ايه هو الكنز ده؟ الكنز ده لك الكنز ايه؟ الكنز السماء. تعالى نتكلم في كنز السماء. كنز كده تجاره المسيح النهارده قال لنا عليها، رجاء تجاره مربحه. انا قاعد اتخيل كده لما يجي واحد كده عندنا كده ملياردير ربنا يدينا يعني ويقولك بص انت عايز مشروع، اقول له اه مشروع هتتعب فيه شويه هتكسب ملايين الدولارات. انا اتخيل ان كلنا هنتلمع حوالين الراجل ده وكلنا نقول له ها قول لنا كده نعمل ايه، وما كان في تعب هنعمله. المسيح النهارده بيقولك واحنا واثقين فيه يقولك لا بص يا حبيبي الكنز اللي انت قاعد عمال تتعب فيه ده وعمال تفكر فيه وشاغل نفسك وحياتك ومستقبلك وما بتنامش وضغطك عمال يعلى اذا قل واذا زاد وشغل وبتاع، لا كل ده ما بيقعدش. طب الحل يقول لك تعالى انا تعالى بقى اقول لك انا الكنز ايه اللي ينفع، ايه التجاره اللي تنفع. طب احنا بنقول اهو ان اي كنز او اي تجاره، اسف اي كنز مادي او اي كنز في تجاره يعني لازم نشتغل لازم نعمل لازم نتعب، اي حاجه فيها تعب. يبقى اذا كنز مثل المسيح علينا كنز حتى لو كنز سماوي يبقى في تجاره في تعب. طب يا رب ايه التجاره اللي انت هتكلمنا فيها النهارده؟ انا بصراحه هكلمكم النهارده في ثلاث انواع من التجاره.
لكن التجارة اللي بتقعد، التجارة اللي بتعيش. أول حاجة الحكمة، أول حاجة الحكمة، تاجر في الحكمة. الحكمة هي إيه؟ الحكمة هي كلمة الله. رأس الحكمة هي مخافة، إيه؟ مخافة الله. طب مخافة الله تجيبها منين؟ من الكتاب المقدس. لما تعيش في الكتاب المقدس تجارة. يقول في سفر الأمثال آية جميلة جدا، يقول لك إيه؟ تجارتها خير من تجارة الفضة. كلمة ربنا، حفظ كلمة ربنا، وصايا كلمة ربنا، يقول لك تجارتها خير من تجارة الفضة. يعني إذا واحد بيتاجر في الفضة معروف أن دي تجارة عظيمة حلوة تجيب فلوس، لك لا دي أعظم منها، وربحها احنا بندور على الربح اهو خير من الذهب الخالص. شوف كلمة ربنا وانك انت تعيش في مخافة ربنا وحكمة ربنا، تجارة حلوة جدا، احلى من الفضة، تجيب لك حاجة احلى من الفضة، والربح بتاعها احسن من الذهب. طيب هتتعب فيها ازاي؟ تتعب فيها انك انت تشوف حكمة مخلصنا يسوع المسيح لها كل مجد، هو كلي الحكمة. فلما تطلب الحكمة تطلبها من مين؟ من واحد زي سليمان. هو النهارده حد جايب سيرة سليمان؟ سليمان في كل مجده ده، ها، هو ما عملش حاجة، ده ربنا اللي اداله. طب انت لما تطلب منها تطلب حكمة منين؟ من سليمان، واللي ادى الحكمة لسليمان. طب النهارده لما ربنا له كل مجد، اللي عنده الحكمة يقول لك انت بتفكر في ايه وتعب نفسك في ايه؟ تعال شوف يا حبيب الكنز اللي انت تتعب من اجله. مشكلتنا يا اخواتي ان احنا عمالين نتعب من اجل حاجات مادية شكلها حلو في الاول، تكون كده يعني مبهرة للنظر، لكن بعد شوية لك بتزهق منها وعايز حاجة اكتر، وتبقى زي ما يكون واحد كده مدمن. واحد مثلا مدمن يجيب عربيات غالية، ها، عربيات شكلها حلو، واحد مدمن يجيب لبس، واحد مدمن على طول يشتغل عشان يحوش يحوش يحوش. طب ما كل ده انت بتعمل ايه؟ تعالوا كده اسأل اي واحد، قول له انت لما كده وصلت يعني جبت حاجة معينة فرحت بيها طول عمرك؟ ما تسأل لك ابدا. فرحت بيها اسبوع، اسبوعين، شهرين، ثلاثة، سنة، بالكتير قوي. مهما كان عندك، حتى لو عندك قصر، يعني هات واحد كده عنده قصر عايش تاني، عايز اكتر. ايه ده؟ طب ايه الفكرة في دي؟ الفكرة في دي ان هؤلاء ما عندهمش حكمة، حكمتهم حكمة ارضية، حكمة وقتية. لكن تعالى قد وقت كتير مع ربنا بغض النظر. ممكن تكون انسان غني على فكرة، على فكرة احنا زي ما قلنا في الانجليزي الغنى مش عيب في حد ذاته، دي نعمة. لكن الفكرة في المشكلة في ايه؟ في حب الغنى، في انك انت يبقى هدفك الاساسي الشغل والعمل وتتعب ان انت ما عندكش وتتعب ان ما فيش. طب ما تسأل اللي عنده تعبان، يقول لك انا تعبان، ويمكن تعبان اكتر من اللي ما عندوش. لان اللي ما عندوش هيفكر في ايه؟ ما عندوش، يعني زي واحد ضربها على عينه بايظه بايظه، ما عندوش. لكن اللي عنده قاعد عمال يفكر وعمال يحسبها، يتعب جدا لو اي حاجه قلت من عنده. خد التدريب ده، اسال، اسال الناس اللي ربحت العالم عملت ايه. ده انت يمكن مش هتلاقيها عشان تسالها، يعني الناس اللي ربحت دي انت ممكن مش هتعرف تلاقيها، هي فين؟ ما مش موجودة معانا اصلا، خلصوا انتهوا. هل هي سعيدة؟ هل هي لما كنزت حاجات ارضية اطمنت، فرحت؟ فرحها ده قد ايه كان؟ اشمعنى بتسأل في الامور المادية؟ يعني ليه واحد يشغل نفسه انه لما يجي يعمل مشروع او يجي يعمل حاجة مادي يفضل يسأل ويدور ويبحث؟ طب ما تسأل في الامور الروحية. اسأل واحد كده عمل وكل شغله الشاغل كده، قوله انت عندكش مشاكل؟ يقول لك ده انا تعبان وما بنامش وحالتي صعبه وعمال اشرب في حاجات علشان تصحصحني عشان اشتغل، ومفيش، وعندي مشاكل مع اولادي ومشاكل مع زوجتي ومشاكل مع كل الناس. طب انت ليه كده؟ طب انت التعب ده ليه؟ هو في حد يتعب نفسه عشان يتعب نفسه اكتر ويتوهم اكتر؟ اسال بقى ناس روحيين، اسال ناس روحيين، قول لهم انت ايه اخبارك؟ انت مبسوط؟ يقول لك مبسوط جدا. فرحان؟ يقول لك فرحان جدا. عندك سلام؟ يقول لك انا قاعد في سلام وطمأنينة.
انا في اخر القداس في كده حاجه حصلت دلوقتي، بس عايز مش هتكلم في الراس عشان ما نضيعش فيها وقت، هتكلمكم فيها مهمه جدا، مهمه جدا جدا. ازاي نعلم اولادنا؟ ده كنز. احنا شايفين اولاد اهو يعني منتمين للكنيسه، جايين عشان يقولوا كويسين طيبين، جايين من اخر الدنيا. يعني الموضوع ده يخلي الواحد يشوف الناس دي ربهم ازاي. الناس دي هم طبعا بيمثلوا جيل، يعني الناس دي بتمثل جيل. يعني ممكن واحد يكون ما جاش لكن هو جواه كده، لان هو جيل، هو جيل. يعني اي واحد بيجي هو بيقدم محبه لكل الجيل بتاعه. ده جيل عرف يعني ايه حكمه والكنز السمائي، كنز الكنيسه، ان اهليهم عرفوا يعني ايه ان الواحد يحط روحيات في اولاده علشان يشوفهم مش احسن حاجه في العالم، لا، احسن حاجه عند ربنا. ده الكنز اللي يقعد لك. اسال كلمه ربنا تعرفك، الكتاب المقدس يعرفك، حضورك للقداس بدري يعرفك، امورك الروحيه وانك انت تسلم حياتك لربنا يعرفك. طب لما انا اعرف الامور دي كلها هستريح؟ اقولك ازاي هتستريح. الامور دي لما تعرفها يبقى عندك حكمه فيها، ربنا يملك على قلبك. طب لما ربنا يملك على قلبك ايه اللي يحصل؟ بيعطيك حاجه بنسميها البر، البراره، رشنس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه بر؟ يعني تلاقي نفسك ضميرك مرتاح. اللي عنده البر اخذ الحكمه الروحيه، اخذ كلمه ربنا، فضميره بيرتاح. يعني ايه ضميره بيرتاح؟ يعني ينام يبقى مرتاح الضمير، مش تعبان من حاجه. يعني اسال واحد انت بتنام ازاي كده على طول كده؟ النوم هنا مش نوم يعني جسدي، لا، يعني نوم يعني ايه؟ يعني ضميره يبقى فيه سلام، عايش في سلام، مفيش حاجه تربكه، مفيش حاجه تربكه. ليه؟ لانه ضميره مرتاح، عنده بر. ايه هو البر؟ طيب يا ابونا مفيش ولا واحد بار. اقول لك لا، البر بالمسيح، البر بالنعمه. لان طول ما انت سالك في المسيح وعارف وصاياه، تملي بتشوف دمه المسفوك على عود الصليب اللي هو قدمه عنك، فهو بار وكامل البر، فانت فيه، فانت بار فيه. لكن البعيد عن المسيح الحته دي ضايعه منه، فتلاقي تملي ضميره تعبان، تعبان لانه لا راضي عن نفسه ولا راضي عن غيره ولا راضي على اللي بيعمله. تملي فيه حاجه مأنبه ضميره. انت ما بتعملش كده، ولا عارف يروح يصلي، ولا عارف يروح الكنيسه، ليه؟ ما قلقان متلخبط. هل انت مرتاح الضمير؟ مرتاح الضمير؟ لو في سلام في قلبك وانت انسان بار في المسيح يسوع على كل مجد، يبقى عندك الحكمه الابديه، عندك الكنز السماوي. شوف راحة الضمير دي، ده كنز، كنز، كنز أرضي وكنز سمائي. شوف يقول لك إيه في ناموس الرب، إيه مسرته. ليه؟ إذا قبلها يلهك في كلمة الله، فلما يلهك في كلمة الله في ناموس الرب إيه مسرته. في ناموس الرب، في وصايا ربنا مسرته. أي واحد بعيد عن وصايا المسيح، وصايا ربنا، مش ممكن يبقى مسرور، مبسوط، مرتاح. طيب وانا كلامك غريب؟ لا، ده كلام الكتاب المقدس. طب وكلام الكتاب المقدس ده عملي؟ اذا ما حسيتش بده يبقى انت مش مسرور، يبقى انت انسان بعيد عن ربنا. طب شوف واحد كده مسرور معانا كده في الكنيسه، تملي فرحان، تملي مبسوط، فرق معاه حاجه، بيشتغل على قده، ربنا بيديله، ولا قده هنا موضوع نسبي، ربنا بيديله، مبسوط فرحان، قاعد عمال يساعد الناس ويخدم الناس جوه شغله وبره شغله، دي مبسوط فرحان، مفيش اي حاجه هم. طب عنده مشاكل؟ اه عنده مشاكل بس مش شايفها. عنده سلام يفوق العقل. ليه؟ لانه جايبه منين؟ من السماء. من السماء واخد، ومن السماء بيحط، وبيكنس في السماء. اما الانسان الارضي فهو من الارض بياخد. طب الارض فيها ايه سلام؟ هات لي كده حاجه واحده في الارض فيه سلام، في الارض ولا حاجه. ولا حاجه. ده الناس النهارده عايشه بقى لها سنين في بلد عايز فجاه بيطردوا. في ناس عندهم سلام، طبعا هو حاله صعبه، طبعا ما نقدرش نقول هنا بقى في ايه، بقى هنا بقى في مس محك شويه، لكن الاغلبيه عندهم سلام وطمانينه. ليه؟ ولاد ربنا، ولاد الكنيسه. اه طوبى للمطرودين من اجل البر. ما هو اللي يحفظ كلمه ربنا لما يجي يطرد يقول لك اه طوبى للمطرودين من اجل البر، لهم ملكوت السماوات. دول بيعملوا كنز في السماء. ده يجي ربنا يحطهم اكاليل، اكاليل ايه؟ اكليل الضرد من اجل اسمه، من اجل كنيسته.
شوف شوف الكنز السماوي اهو، كنز اهو، لسه كنا من يومين اهو شايفين ناس اهو مطرودين، بس من اجل ايه؟ من اجل البر. ايه البر؟ بره في ربنا، بره في المسيح يسوع له كل مجد. الفلوس يا اخواتي ما تطمنش، الكنز الارضي لا يطمن. لما بتاخد حكمه ربنا بتفهم ان في اول الصوم حاجه اسمه احتياج، الناس محتاجه صوم صلاه صدقه، في صدقه. لما يجي في اول الصوم تقول اه لا ده النهارده بقى مش هدي العشور بس، ده انا هدي العشور وعشور زياده لاخواتي الفقراء. بس النهارده بقى سمعت حاجه كده ان كنز سماوي، اعمل كنز سماوي، بس انا على قدي. طب ايه يعني على قدي؟ طب وماله، مش عايش وباكل وبشرب؟ اعمل كنز سماوي، اعمل كنز سماوي. موضوع اخر في ذكرة التجارة، نتكلم على التجارة السمائية. التجارة بتجيب ربح، بس ربح ما بي ايه؟ ما بينتهيش. اول حاجة حكمة كلمة ربنا. تاني حاجة في آية جميلة قوي قالها بولس الرسول لقديسة تيموثاوس، تلميذ تيموثاوس اصحاح 6 الرسالة الاولى، يقول ايه؟ اما التقوى مع القناعة ايه؟ تجارة. احنا عايزين القناعة دي نخليها تالت واحدة، احنا خلينا التقوى، اما التقوى تجارة عظيمة. في ناس تتخيل ان التقوى تجارة ازاي، في ناس تحط الامور الروحية كمان تحولها المادية. التقوى يعني انا اروح الكنيسة عشان ربنا يديني من واسع فلوس، هي دي التقوى، اصلي عشان ربنا يديني، اصلي عشان انجح. واذا كنت بعملها في الاول اوكي ماشي، طب بعد ما اداك فلوس اتقيت اكتر ربنا ولا بقيت تخاف على الفلوس وفرحت بقى انا هاجي عشان اخد؟ لا، عشان كده المسيح في اخر ايه يقول ايه؟ انتوا تحتاجوا ايه؟ انت ربنا عارف انت بتحتاج ايه. الاكل ده هو بيدي، ده العصفوره دي الصغيره اللي هي ما فيش ربنا بيديها، دي العشب اللي هو طالع كده ربنا مخلي شكله حلو، هو بيطلع في التنور اللي هو بيقولوا دي بنحرقه وما بنستخدموش في حاجه، ربنا مخليه شكله حلو. طب انت الانسان اللي خلقك وخلق قبلك كل ده عشان تستمتع، ربنا مش هيخلي باله منك؟ لك اطلبه اولا ملكوت الله وبره، ما تخافش من الحاجات دي. لكن في تقوى ايه؟ تقوى مخافه الله، تقوى تمسك في وصيه ربنا. التقوى يقول عنها ربنا اتقوا الرب يا قدسيه لانه ليس عوز لمتقين. انت لما تتقي ربنا، ربنا مش ممكن يعوزك لحد، مش ممكن يعوزك لحد. يعوزك ازاي يعوزك ربنا وانت انسان تقي، انسان تقي، انسان عارف. شوف دانيال النبي اهو راح في بلد مزبي، ده بقى نديله حل، ده انسان مزبي، انسان في بلد غريبه، ده لو قالوا لهم انا صايم يضحكوا عليه، وجابوا له بقى من الاكل شافوا ان هو حكيم وجسمه وشكله حلو، قال طب خلاص نغذيهم اكتر ونديهم اكل اكتر. لا انا ما اكلش من ايه؟ من اطياب الملك، انا صايم، الاكل ده ما ينفعنيش. طب وبعدين؟ ده انسان تقي، طب تعالى نرميك في جب الاسود، ما ينفعش، ده الملك قال، وكلمه الملك هي الملك نفسه صعب عليه. فضل طول الليل الملك ده اللي ضميره تعبان انه قال كلام ها ما فيهوش حكمه، طول الليل قاعد تعبان، ضميره تعبان عشان مودى دانيال في جب الاسود. والصبح يا دانيال يا رجل الله، قال لك دانيال ما خلاص اتقطع، لكن ربنا يقول لك ايه؟ ها يسد افواه ايه؟ الاسود. انسان تقي، انسان تقي، انسان خاف الله. داود النبي خبرته مع ربنا يقول ايه؟ كنت فتى والان شخت ولم ارى صديقا تخلى عنه ولا ذريه له تلتمس خبزا. يعني ايه؟ يعني داود النبي خبرته ان ما تعوزش لحد. ما يجي واحد يقول لي ايه يا ابونا الكلام كويس بس مش عملي. ليه مش عملي؟ ما انا دلوقتي في اول حاجه الحكمه خلتني افكر في ربنا. طب اوكي مش هكنز، طب وبكره هنعمل فيه ايه؟ بكره ده هنعمل فيه ايه؟ اقول لك وبكره هو ربنا هيعوزك لبكره؟ هو ربنا هيعوزك لحد؟ انت انسان بار بالحكمه، انسان تقي، مش هتعوز لحد. داود النبي يقول لك انا شخت ولم اعوز لحد، ما عوزش لحد. ليه؟ انسان تقي، انسان يخاف الله. وكان غني، واحد يقول لك ابونا ما هوسي كل الاغنيه، لا لا لا. الفكره في ايه؟ ان ربنا بيديك لو انت ما فكرتش في الموضوع، لو تزهقت، يعني بدات تزهد عن الحاجه ربنا بيديها لك اكتر.
تاجر في الحكمة يعطيك فرح يا إخوتي، تاجر في التقوى ما يحتاج، ما تخليكش تحتاج لحد، مش أنت بس، ولا أنت ولا ولادك، ولا أنت ولا ولادك. في واحد يفضل يتاجر في الحكمة فيفرح ولاده يفرحوا، وفي واحد يتاجر في التقوى، وفي واحد تاني قاعد عمال يتاجر عشان ولاده ماديا وكنزه في المادي. طب ولاده صدقوني أكتر ناس لا بيفرحوا القلب، وأكتر ناس بيعوزوا للناس التانية. خدها كده، خدها كده من ربنا كده النهاردة، ما تفكرش في أمور مادية كتير، ما فكر في أمور روحية أكتر. صدقوني يا أخوتي، صدقوني كل ما الواحد بيكبر بيه السن، وكل ما الواحد يعني شوية في الخدمة، بحس إن الأمور دي عمرها ما بسطت حد. اكنز كنز سمائي ليك ولولادك، وعلى مدى العصور والأجيال والأجيال والأجيال. اللي عرف النهاردة يحط ابنه جوه الكنيسة ومحافظ عليه جوه الكنيسة وعمال يربيه تربية حسنة، والست قاعدة في البيت عشان تربي بابنها أو بنتها. الكنيسة مش بتقولكم ما تشتغلوش، لا بالعكس، الكنيسة بتشجعكم، لكن ليه أشتغل؟ ليه أشتغل وقت محدد وأنا عارفه، لكن جوايا ابني وبنتي واصحى الصبح بدري عشان أوديه الكنيسة، ولا النهاردة لحد أجازة وإيه اللي يجرى يعني؟ ويعني ما جاش أسبوع، ويعني ما جاش ألحان، وإيه المشكلة يعني؟ ما إحنا ما بنعرفش نسوق والراجل بيشتغل، هو أنا فاضية؟ هو أنا عارفة؟ هو أنا عارف؟ طلع ابنك إيه؟ عنده فلوس؟ وارث؟ وارث إيه؟ وارث إيه؟ وارث جنس هيضيع. الكنوز دي يا إخواتي دي بتخصمنا في بعض، دي بتوقع العيال في بعض. هات لي النهارده واحد غني كان بيحب الفلوس وولاده مش واعيين في بعض وقاعدين عمالين يتخانقوا مع بعض، هو خلاص انتهى، ولاده قاعدين عمالين، والأحفاد وعمالين يقسموا. لا لا لا، انت عمرك ما هتحتاج لو انت بتتاجر في التقوى وبتتاجر في الحكمة. ايضا حتى في الموت، يقولك وانا بعمل عشان الموت وحد، لا، يقولك كريم في عين الرب موت اتقيائه. مش ممكن ربنا يعوزك وحد، مش ممكن، لكن انا بعمل عشان برضو ما احتاجش لحد. اوعى تفكر انك انت في يوم من الايام ممكن تحتاج لحد وانت ساند على المسيح. هتلاقي 100 واحد يقولك ده ربنا بعتهم، ده ربنا بعتهم، ها يقول لك انسرت في وادي سلمة لا اخاف شر. ليه ما تخاف شر؟ عشان معايا فلوس؟ لا، عشان انسان تقي. ايضا تجاره جميله، تجاره القناعه. التقوى مع القناعه كنز لا يفنى. التقوى مع ايه؟ القناعه. تقوى حلوه والقناعه جميله. انت اكتفي بما فيه، انت معاك ايه؟ عملت ايه؟ اكتفي. لو المسيح في معجزة إشباع الجموع كان البركة مش موجودة، إيه اللي يوكل الناس دي كلها؟ إذا أنت مهما كان معاك مش هتقدر على الدنيا والعالم والشر. اعمل اللي عليك، اشتغل القليل، وخلي قلبك في ربنا، شوف إيه اللي هيجرى. ما ناخد التدريب ده النهاردة، صيامنا أهو، الناس الموجودة البركة الحلوة دول، البركة في الموجودين أهو، خدوا كده واسمعوا كده الكلمتين دول مجربوهم. احنا خسرين ايه؟ 40 يوم قدامنا تقريبا، 47 يوم قدامنا تقريبا على الصيام. ما نشوف الموضوع ده، ها، في اول الصيام قال لك صوم صلاه صدقه. احنا صايمين نشكر المسيح، بس صوم بالقلب. رقم 2 ما بيقولوا واخد حل يعني ربنا يديله بركه، بس يصوم ايه؟ بالقلب. رقم 2 ايه؟ الصلاه. ما نيجي نكتر الصلاه شويه، ونكتر التقوى شويه، ونكتر قرايه كلمه ربنا، وندي ونهتم باولادنا اكتر في الكنيسه. لا نعدي معاد ولا نعدي ألحان، وعلى طول نحطهم في الكنيسة ونفرح كده ببعض السبع أسابيع دول، ونشوف إيه اللي هيجرى لنا. هنموت من الجوع ولا هنفرح يبقى عندنا سلام؟ خلوا الصوم ده، التدريب بتاعنا الصوم ده على العطاء وبسخاء، شوف إيه اللي هيجرى. بس مش شوف إيه اللي هيجرى، يعني واحد يقولك يا ابونا أنا دفعت $1,000 بس الحساب بتاعي ناقص $1,000، ما زادش $10,000. يقول لك لا، مش بالفلوس، هي مش بالمادة، لا، قلبك ارتاح. انا بتكلم على انت عشت في سلام ولا عشت في قلق وتعب وطالع ونازل وعمال تهري والبزنس اهدى اهدى.
يا ابونا ما انت مش عايز اقول كلام بس، يا ابونا انت راجل شيكاتك بتجي لك اول باول، انت بيزنس شغال على طول يعني. يا جماعه صدقوني انا مش بتكلم، بتكلم على القناعه. وكل ربنا مدينا، احنا في بلد ما بيسيبش حد. طب انت عايز ايه؟ ما تخافش، ما فيش حد ما عندوش بيت، ما فيش حد ما عندوش اكل. الواحد لما بيقرا الاخبار بتاعت مثلا، واحد بيقول يا ابونا احنا نشكر ربنا احنا هنا، قلت له نشكر ربنا، ربنا بعتنا في بلد كويسه، بس نشكر ربنا المشي، بس مش نعتمد على البلد، لا 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 طبعا، لكن نعتمد على ايه؟ الله. ما انت ممكن حاجه تبقى فوق وتيجي ايه، وحاجه تبقى تحت وتطلع فوق. بمين؟ بربنا. بربنا لسه امبارح بنتكلم على إليشع وتلميذه جهز. ايه ده؟ ايه الاعداء دول كلهم؟ ايه ده؟ كل دول علينا؟ ده احنا رايحين ضايعين ضايعين. احنا في بلد فقيره؟ لا، ممكن البلد دي تبقى اغنى بلد. بربنا. اوعى تفتكر بالمجهود بتاع الرؤساء، لا لا لا، ده بربنا. وممكن احنا عمالين نفتخر باللي احنا فيه، وتلاقي ربنا اس فجاه يطير كله في لحظه في طرفه عين. ليه؟ لا في حكمه ولا في تقوى ولا في قناعه. اشكر تزيد، اشكر تزيد، اشكر تنام مرتاح، لكن مش بقى واحنا جينا نعمل ايه، وهي دي بلد، واحنا سايبين مصر عشان نقعد في الحته دي، واحنا سايبين بلدنا عشان نقعد هنا. لا، نشكر المسيح. ربنا جابك هنا يبقى له غرض هنا، يبقى عايزك هنا عشان تخدمه هنا. بس ربي ولادك صح، ربي ولادك في مخافه ربنا وحكمه ربنا، ربي ولادك في التقوى، ربي ولادك في القناعه. ما لو انت عينك عماله تشوف غيرك، ابنك هيطلع بيشوف غيره، تلاقي الولد جايب له مهما جايب له، يقول لك لا انا مش عايز، انا عايز دي اللي في ايد غيري دي يا ابني، ده انا جايب، لا انا عايز دي. ما انت كده، وزوجتك كده، والبيت كله ماشي كده. اي واحد بيجيب عربيه، واحنا بقالنا 20 سنه في البلد دي وما عندناش الا مش عارف ايه. طب يا اخي ما انت راكب عربيه، ما كويس، ده غيرك يا عيني علشان يمشي من مكان لمكان مطرود، ها، ما اخدش لبسه، ما خدش، شو سمعتوهم ولا ما سمعتوش؟ ما خدوش لبسه. طب لما نشوف دول بنعمل ايه؟ شوف الاقل منك تبقى مبسوط، وشوف الاكثر منك روحيا يبقى عندك سلام، شوف الاقل منك ماديا قول له اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، انا مهما عملت، انا انت عملت حاجه وانا انا بشتغل، ده انت اللي بتجيب، وانا بتعب في حاجه، ده انت اللي ساترني، انا مستور بيك، انت انا مستور، مستور. انا تملي اقول يا رب انا عايز الستر في كل حاجه، عايز الستر في بيتي، عايز الستر في خدمتي، عايز الستر مع شعبي، عايز الستر يشوفيني كده بعين حلو، بس على الستر، على القد كده، على القد، لا يطلعوا بيا فوق ولا يستر عليا ربنا. في كاهن جميل انا احب الكلمه دي قوي، من كل ما يقول يستر علينا ربنا، يا ابونا يوحنا ابراهيم عبد النور، ابونا بنعمل كل يستر علينا ربنا، يستر علينا ربنا، الكلمه دي اسمعها منه احس بسلام. انا ما قلتش يا ابونا بحب اسمع الكلمه دي، بس مالي اقول احب اروح زي ما اقول يا ابونا يستر علينا ربنا، يستر علينا ربنا، يستر علينا ربنا، الستر قناعه، يستر علينا ربنا، يستر علينا. حافظ عليكم، يديكم بركه ونعمه، يديكم بركه التجاره العظيمه، الكنوز الذي لا تفنى، كنوز الحكمه مخافه ربنا، كنوز التقوى البر، كنوز القناعه. نشكر ربنا في كل حين، كل مجد دائما للابد، امين.